بمناسبة كلامنا عن التعديلات الدستورية، حزب الحرية المصري برئاسة النائب صلاح حسب الله عقد مؤتمر جماهيري في منطقة بيجام بشبرا الخيمة، حضره آلاف المواطنين. تحدث فيه رئيس الحزب والنائب مصطفى بكري والنائبان سعيد حساسين وإيهاب الخولي، وأكدوا دعمهم للتعديلات الدستورية وطالبوا الشعب بالمشاركة في التعبير عن مواقفهم والرد على المؤامرات التي تحاك ضد الوطن في هذه المرحلة التاريخية الصعبة.